السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات بي اتش بي. في الفيديوهات اللي فاتت اتعرفنا على مفاهيم كتير من بي اتش بي زي الإف واللوجيكال أوبريتور وكتير من الأوبريتورز الموجودة في اللغة والفاريبلز. في الفيديو ده هناخد اكسرسايز على اللي احنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت، هيلخص لنا كل الحاجات البيز اللي احنا شرحناها. فيلا بينا نبدأ سريعا. ده الاكسرسايز يا جماعه، هسيب اللينك الكود، هو الكود اصلا معمول هوريه لكم، هسيب لكم الكود والاكسرسايز نفسه في لينك الجيت هاب في الكومنت تحت. طيب بيقول لك ان الطالب هنا اسمه خالد اشرف، عنده 3 مواد عربي وانجليزي ورياضه، درجات المواد دي كلهم من 50، العربي من 50 والانجليزي والرياضة برضو من 50، يبقى التوتال بتاع كل المواد 150. درجات الطالب ده في العربي 45 وفي الانجليزي 40 وفي الماس 25، في الماس اللي هي الرياضيات، وخد 4 ماينس على الدرجات الأساسية واتضاف له درجات بقيمة 0، يعني متضافلوش أي درجات. المطلوب استخدم المتغيرات او الفاريبل to save each degree، تخزن كل درجات المواد الثلاثة اللي عنده ودرجات المواد الاضافية او الدرجات الاضافية او الدرجات المينس. استخدم الاري عشان تضيف درجات الطالب اللي هي العربي والانجليزي والماس. هات قيمة التوتال بتاعة المواد وهات قيمة التوتال بتاعت درجات الطالب. ضيف الدرجات الإضافية بتاعت الطالب على المجموع الكلي واخصم منه درجات الماينس. هات البرسنتج للتوتال بتاع درجات الستيودنت. هات حالة درجات الطالب لو التوتال بتاع المواد بعد ماينس والدرجات الإضافية لو أكبر من أو يساوي 85، الستيتس تبقى بإيه، يعني جايب امتياز. لو الستيتس أو توتال أكبر من أو يساوي 70 وأقل من 80، يبقى الستيتس بتاع درجات الطالب بي، يعني جيد جدا. لو greater than أو أكبر من أو يساوي 60 وأقل من 70، إذن الستيتس يساوي سي اللي هي جيد. طيب لو التوتال أكبر من أو يساوي 50 وأقل من 60، إذن الستيتس دي اللي هي مقبول. لو أقل من 50 يبقى إف اللي هو راسب. اخر حاجه اللي هي التعليمات، ما تنساش تطبع الستودنت نيم، الفاينل ديجري، البرسنتج، الستاتس، الماينس، الاديشن ديجريز، السبجكت ديجريز. وفي ملحوظه كده في الاديشن ديجري، لو الاديشن ايكوال 0 او بتساوي 0، اطبع الشرطه ان مفيش. طيب ده المثال، زي ما انت شايف ممكن تاخد المثال من السكرين او تنزل على لينك جيت هاب تخش تشوف المثال مكتوب، حاول تنفذه بايدك. طبعا انا نفذته، هوريك النتيجة على الشاشة وبعد كده هنشرح الكود. زي ما انتوا شايفين يا جماعة على البراوزر، انا هنا طبعت الستودنت نيم خالد اشرف، الفاينل ديجري 106، البرسنتج زي 70.7 تقريبا، الستيتس بي، الماينس 4 درجات، الاديشن عشان ما عندوش اديشن ديجري او درجات اضافية فهي طبع لي الشرطة زي ما قال لي في الاكزامبل، العربي 45 درجات الطالب، الانجليزي 40،
الماس 25. ده حل ال الاكزامبل اللي كان موجود على الشاشة. تعال نشوف الكود. ده ستايل عادي جدا، ستايل سي اس اس. طبعا انا مش هشرحه لان ده كورس بي اتش بي، ممكن نشرح كورس سي اس اس ده بعدين، ولكن ده ديزاين بس عشان التيبل يظهر بالشكل اللي انت شفتوه ده. اول حاجة طبعا خزنت قيمة المواد، المواد نفسها من كام درجة في variable زي ما كان قايل في المثال بالظبط، ان العربي equal 50، الانجليزي equal 50، الماس equal 50. وخزنت قيمة الدرجات الـ student في array زي ما هو قايل لي، اول درجة بتاعت العربي بتساوي 50، درجات الانجليزي بتساوي 40، درجات الماس 25. الـ student name خالد أشرف زي ما هو قايل في المثال برضو، والماينس بيساوي 4، والدرجات الإضافية بتساوي 0. كل ده متخزن في variable زي ما قايل في المثال بالظبط. لو تلاحظوا أنا ماشي على المثال بحذافيره. طيب اللي بعده إن أنا جمعت درجات المواد على بعض عشان يديني درجات 150. ليه أنا ما جاتش 150 دايركت؟ لو تلاحظوا يا جماعة أنا خزنت درجات المواد كلها في variable منفصل، بمعنى إن العربي في variable، الإنجليزي في variable، الماس في variable، لأن وارد الدرجات دي تتغير، وارد الدرجات دي في سنة من السنين تعلى أو تقل، فأنا خزنتها في متغير عشان لو اتغيرت أروح أغير في المتغير ده، فبالتالي يسمع في التوتال. فأنا لو حطيتها static 150 أنا already عارف إن الدرجات دلوقتي 50، ولكن لو زادت او قلت بعدين هضطر اغير ال 150 ده في كذا لاين، فعشان كده هي بتتغير دايناميك. وخلي بالك ان انت هتتعامل مع الداتابيز بعد كده، فالدرجات دي مش هتتحط ستاتيك زي ما انت شايف، لا هتجاب من الداتابيز دايركت. طيب انا هنا جمعت درجات المواد عشان يديني التوتال بتاع المواد في متغير اسمه سبجكت، وجمعت التوتال بتاع درجات الطالب بالطريقة العادية زي ما اتعلمنا الاكسس بتاع الاري، وهناخد الاري بالتفصيل ان شاء الله. في متغير اسمه total، وضفت على total بالطريقة بتاعتنا اللي هي assignment operators اللي احنا خدناها في الكورس. كل حاجة من اللي انا استخدمتها هنا في الاكزامبل احنا خدناها في الكورس. طيب زي ما بقولك احنا استخدمنا assignment operator هنا add degree و الماينس ديجري. تمام البرسنتج اولا هنا في غلطة انها بتسعين، ده دي زيرو، عشان بحط لها قيمة مبدئية عشان الكونديشن ده لو ما طبقش يجاب القيمة المبدئية، فتسعين دي غلط فهتتحط زيرو. فانا اديت قيمة البرسنتج بزيرو، قلت له ايه؟ قلت له لو السبجكت مجموع السبجكت ده not equal zero and مجموع توتال نوت ايكوال زيرو، طبق لي اللوجيك ده. طب ده ليه يا جماعة؟ عشان لو في هنا خطأ ما ان هي سبجكت جابها بزيرو او توتال جابها بزيرو، ما يقسمش على زيرو ولا يحصل اي غلطة، وياخد القيمة المبدئية للبرسنتج اللي هي زيرو على طول. فبالتالي انا ريحت دماغي من اي ايرور ممكن يظهر، وده يثبت لك ان واحنا شغالين لازم نعمل البروجرام بتاعنا دايناميك على قد ما نقدر، لان انا زي ما بقول لك ان انت بعد كده هتستخدم المتغيرات دي عشان تجيب الداتا فروم داتابيز، انما مش هتكتبها بايدك كده. طيب فهنا الكونديشن ده وظيفته بس ان هو يحسب البرسنتج، قسمت على قيمه التوتال بتاع المواد وضربته في 100 اسم عاديه جدا طلع لي البرسنتج. هنا بقى بجيب له الستيتس، اديت قيمه مبدئيه للستيتس بسترينج فاضي، وبقول له هنا البرسنتج لو اكبر من او يساوي 85 الستيتس بيساوي ايه. طبعت له اللوجيك عادي جدا زي ما اللوجيك مدهوني في الاكزامبل، كل الكلام ده موجود في الاكزامبل، انا بس حولته لكود زي ما انتم شايفين كده بالطريقة العادية اللي احنا خدناها في الفيديوهات.
بعد كده في التيبل العادي جدا HTML عادي جدا طبيعي، عملت طبع لكل المتغيرات اللي عندي فوق اللي هي النيم، التوتال، البرسنتج، الستاتوس، الصب، الاد، بس الاد حطيت فيها كونديشن لو هي بتساوي زيرو اطبع لي الشرطة، إلس اطبع لي قيمة الاد بالشورت اف اللي احنا اخدناها، وعملت اكسس لكل الضربات بالطريقة اللي احنا اخدناها برضه. ده كمان كان الاكزامبل على كل اللي احنا خدناه لحد دلوقتي في الكورس. اتمنى يكون بسيط، لو حد عنده اي استفسار اي مشكلة ظهرت له ياريت تسيبها لي في الكومنت وانا هرد عليه ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي.